هنحط واحدة زهري، روز، واثنين زهري. وبعدها اثنين زهر. السطر ده كله هيبقى كده بدايته، بس واحدة روز وزهر، واحدة زهري، واحدة روز واثنين زهري، اللي هي بداية السطر من هنا. وبعد كده السطر ده لآخره لغاية قبل الأخيرة كله غرزة رباعية خرز لونه زهري، مش هنحط فيه أي ألوان. السطر الرابع كله بالشكل ده لغاية النهاية هنا، هنعملها زي هنا البداية. تمام، هوصل بس للغرزة قبل الأخيرة وارجع لكم. هنا السطر وصلت للآخر، بس في نقطة قبل ما انسى. بداية السطر هنا أنا كنت عملت روز وزهري، لا انا غيرتها الاتنين روز، لان من بعد السطر ده في تناقص هيحصل، وبما ان في تناقص واحنا بادئين اطار الوش الكيتي من الاول باللون الزهري، فلازم يبقى ماشي مكمل. لو كانت باللون الروز، عفوا، لو كانت زهرة هتلاقي فيه حاجة غلط في النص، فانا غيرت الخرزتين دول. بداية السطر ده اتنين زهري وواحدة روز، تمام، وبقيته كله غرز رباعية باللون الزهري. هنعدل خطنا عشان نقفل السطر كده، هنحط اتنين روز، واحد اتنين. طيب قبل ما اقفل الجزء ده، السطر اللي جاي تناقص، هنبدأ من الخرزة دي، نجيبه من اوله. هنا هنبدأ من الخرزة دي اللي جنب الروز، اللي هي دي هتبقى بداية السطر اللي جاي. ليه؟ لان في تناقص سطرين، هنعمل تناقص في سطرين، فهنا السطر الجاي هيبدأ من هنا وزيه هيبدأ من هنا. طب هنعمل ايه؟ الخيط ده في خرزتين هنركنه كده، الخيط ده اللي طالع من الخرزة دي انا عايز اوصله للطرف التاني من الخرزة اللي انا هبدأ ابني عليها. هعمل ايه؟ هعديه كده تمام، عشان نقفل بس غرزتنا، نقفل سطرنا الاول. ودي الخيط اهو اللي فيه الخرزتين الروز، هعديه منه كده. نسحب كده، انا قفلت السطر ده. طب انا عايزه الخيط اللي نازل من تحت ده يجي هنا، يبقى على الطرف التاني من الخرز اللي انا عايزه ابني عليه. هعمل ايه؟ هاجي كده واجي هنا وخلص، بقى الخرزه بين الخيط طرفين الخيط. الخيط اللي انا عديته لفيت بيه هعديه هنا، والخيط التاني هعدي بالعكس. كده كده اقدر ابني على الخرزة. هعمل ايه؟ تناقص اتفقنا، هنحط اتنين روز، واحدة زهر. تمام، بعد كده نعد الخيط، نركز بقى في الجهة عشان هتبدأ نبدأ نحدد مكان الفيونكة. تمام يا جماعة، كده ادي التناقص اهو،
بعد كده هنحط واحدة روز، واحدة زهر، تمام. بعد كده نحط كمان واحدة روز، واحدة زهر، بعدين نعدي الخيط، كمان واحدة روز، واحدة زهر، هنا التناقص اللي احنا عملناه، تمام. هنا بداية الفرنك، كده دول بداية الفرنك. من هنا لغاية نهاية السطر كله هيبقى غرز رباعية عادية جدا باللون الزهري، مفيهاش اي الوان تاني، غرز رباعية، رباعية، زهري، 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 لغاية ما نوصل، هنوصل للخرزة اللي قبل الأخيرة. احنا اتفقنا ان السطر ده بدايته من الخرزة التانية ونهايته في الخرزة التانية. انا هوصل للخرزة قبل الأخيرة وارجع لكم. انا وصلت هنا للنهاية، هتاخد كده، تمام، وحط 2 روز. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ عايزين نقفل الغرزة دي. هو هنا كده مفيش تناقص تاني، يعني خلاص كده. بس احنا هنبدأ من الخرزة اللي جاية دي. هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه، هنعدي الخيط من الخرزة كده عشان نقفل بس السطر ده. تمام يا جماعة، انا هعدي الخيط كده عشان انا عايزة اوصله للجنب التاني من الخرزة كده. التناقص بالنسبة لنا خلص، اللي جاي هيبقى مستقيم. كم سطر؟ حوالي 4 سطر. هنعدي الخيط كده، بعد كده هنعدي هنا من الخرزة، والطرف التاني نعدي بالعكس. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نشتغل على هنا. هنحط 1 روز، 2 زهري. خلاص احنا كده مفيش تناقص في الجزء ده. هنعمل كام سطر مستقيم؟ تمام كده يا جماعة. نكمل هنا غرز رباعية زهرية من الزهري، نشتغل كام غرزة زهرية باللون الزهري، رباعية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا عملت منهم 3، يبقى معايا 7 غرز رباعية باللون الزهري.
كده 4. خمسة. ستة. الغرزة السابعة هقفل الغرزة السابعة واغير الخيط لانه قصر معايا وارجع له. انا غيرت الخيط وركبته ورجعت لكم مكان ما وقفنا. عملنا هنا 7، 1 2 3 4 5 6 7. هنكمل 8. كده عملنا الغرزة رقم 10. تمام، هنعدي الخيط كده ونعمل ايه؟ نبدأ هنشتغل في الفينك. اول حاجة هنحط خرزة روز واحد زاهي. تمام، عد الخيط نحط 2 روز. تمام، بعد كده نعدي الخيط هنا في نقطة، معلش أنا هنا مش 10، هنا 10 هتبقى 11، معلش احنا هنفك الجزء ده بس بدل ما نغلط نرجع نلاقي ان في فجوة في الشغل. هنا هتبقى 11. الخرزة دي كده، الروز دي هنبدلها بالزهري عشان نبقى بس ماشيين صح. معلش انا بحاول اتدارك اي غلطة، يعني جل من لا يسهو عشان بس ما تلخبطش ويبقى الشغل فيه مشكلة. تمام كده، يبقى كده معانا 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زهري. هنبدأ بعد كده نكمل شغلنا. هنحط واحدة زهري واحدة روز وهنقفل. هي اخطاء وارده بس هو الاصل ان انا هكون يعني مركزه وانا شغاله معاكم، بس معلش جل من لا يسهو. تمام كده، اللي جايين الاثنين الجايين نزهري
اللي جايين. اتنين زهر، عفوا، اتنين، واحدة روز، اتنين روز، اتنين روز. بسم الله. تمام، هنعمل ايه كمان؟ واحد، اتنين، تلاتة روز. تمام، يعني هنعدي الخط كده. حط اتنين روز. تمام، ادي واحدة. كمان اعدي الخط كده. هاي اتنين، حط اتنين روز. تمام، عد الخيط كده. وهنا تبقى نهاية السطر ده. هنعمل ايه؟ هحط اتنين روز ولكن في الخيط اللي في الطرف الشمال. واحد، اتنين. تمام، السطر اللي جاي هنعمل الاتي. احنا هنا عملنا ابتدينا في شكل فيونكة. هنعمل ايه؟ هنعمل هنا أرز رباعية بلون الروز. واحد، اتنين، تلاتة، هنعمل من الواحدة هنا رباعية بالروز. تمام، وكمان رباعية بالروز. نعدي الخيط من الغرزة رباعية بلون الروز. تمام، احنا كل ده ماشيين كده. احنا شغالين في الفيونكة،
باللون الروز، نعدل خيطنا ونعمل كمان واحدة باللون الروز. تمام يا جماعة، هنعدي الخيط كده الخرزه الزهري دي ونبني عليها غرزه باللون الروز رباعي، حط عليها 2 روز، يعني هنا انا معي 2، حط عليهم 2 باللون الروز. كده تمام. من اول هنا يعني هنعدي الخط كده، من اول هنا لغاية نهاية السطر باللون الزهري، غرز رباعية باللون الزهري العادي لغاية بداية السطر هنا. انا هوصل للخرزة قبل الاخيرة، اخلص ده كله غرز رباعية باللون الزهري ده واوصل لغاية هنا وارجع. وصلت هنا لنهاية السطر، هحط هنا معايا 2، هحط عليهم واحد روز واحدة زهري. تمام، بعد كده نبدأ السطر الجديد، هنحط واحدة روز و2 زهري. كده ابتدينا السطر الجديد، بنعد الخيط ونحط 2 زهري. كده نبدل بس الخيط، انا ساكوكي بتلعب حواليا، ربنا يهديها بس متجيش تبهدل الدنيا وانا شغاله. حط 2 زهري، تمام يا جماعه. انا هشتغل من الاول هنا، يعني من البدايه هنا لغايه ما نوصل للخرزه قبل الاخيره، يعني للخرزه دي قبل الخرزة اللي جنب الروز. هوصل الخرزة دي كل شغل غرزة رباعية باللون الزهري ده، هوصل لغاية هنا اخلص واوصل لغاية هنا وارجع لكم. انا وصلت لغاية الجزء ده اللي جاي، بقى هنعمل ايه هنا؟ نبدأ نشتغل على الفيونكة. هنحط واحدة زهري، واحدة روز، تمام كده نعدي. الاول هنا غاية النهاية كله باللون الروز رباعي باللون الروز، من اول هنا لغاية الاخر. وصلت للاخر، هنعدي الخط كده، نقفل الجزء السطر نهاية السطر مع بعض اهو. تمام، معايا 2، حط عليهم 2 كده. ابتدينا السطر الجديد. السطر الجديد بقى هنعمل ايه؟ هنشتغل كالاتي. هنا 3 زهري، ثلاثة زهري،
تمام. انا اقول هنا فيها زهري، واللي بعدها 2، حط عليها 2 زهري، واللي بعدها هنا عدى الخيط مع 2، نحط عليهم 2 زهري، فكده عملنا 3 ورق رباعية باللون الزهري. كده اللي جاية هيبقى هنعدي الخيط ونحط واحدة زهري واحدة رود. تمام كده يا جماعة، بنقفل. بعد كده نعد الخيط، حط 2 رود. هنعد الخيط نحط 2 روز. بس بدلت الخيط لان في طرف اقصر من طرف. هنعد الخيط مع 2، حط عليهم 2 روز. كده بالغرزة الروز دي كده خلصت الفيونكة. طيب بقيت السطر ايه؟ كله زهري. يعني ايه؟ هنعدي الخيط كده ونحط خرزتين زهري. انا وقعت في نفس الغلطه، السطر ده كله هنمشي عادي. بدايه من الجزء اللي جاي تبدا نحدد ودان القطه، فالمفروض ان في تناقص هيحصل. تمام، فالمفروض ان الخرزه دي هتبقى زهري، والخرزه دي تبقى عفوا تبقى دي روز. الخرزتين دول يبقوا روز، والخرزة دي تبقى روز مع دي. تمام، حتى انا هنا المفروض دي تبقى روز، الخرزتين دول روز والخرزتين دول روز. ليه؟ لان في تناقص هيحصل، نبدأ نحدد ودان القطة. فطبعا هنا كده هتبقى في ايه مشكلة. انا هصلح بس الجزئين دول، الخرزة دي اغيرها للروز والخرزتين دول روز، ونرجع. احنا كده عرفنا هنقفل الفيونكة ازاي. اصحح بس الغلط ده وارجع لحضراتكم.